هلو. آسفة شوية تأخرت عليك، بس جوا قدرت أطلع من أبويا. ولا يهمك، المهم جيتي. شوفي صابرين، شكو تفصيلة بحياتك اليوم أريد أعرفها. أي شيء أي شيء يخصك أريدك تحكي لي. بالأول خل أحكي لك على هذا الفستان. شبيه هذا الفستان؟ هذا الفستان هو اللي طلعك من السجن. تشاقين شلون؟ من أخذت القماش للخياطة زينب. زين؟ قلت لها سوي لي فستان. أوكي. هناك هي قاعدة تسولف على زوجها لأخونها والتليفون وما أعرف شنو. نصحتها قلت لها خل أخذ الموبايل أوديه أبو موبايلات حتى نفتحه. وبعد أنت تعرف الباقي. يعني بس قولي لي أني شلون أجازيك؟ هذا جميلك شلون راح أرده؟ بس فهميني. وين عاجبك ناكل أول شيء؟ كيفك. انت من جماعة بكيفك لو بس بالبداية. بس بالبداية. بيداء ومروة يظلون يبكون اذا غيرت القناة. طبعا هم يريدون افلام كرتون، بس انا وانا صغيرة ابدا مو يعني مو اهتماماتي افلام كرتون، احس نفسي اكبر من عمري. انا الساعة 3 الظهر عندي هذا وقتي المقدس، لازم اشوف بيه افلام عربي. يومية قصة، يومية بطولة، عادل إمام، يسرى، سعاد حسني. تزوجيني؟ طبعاً سعاد حسني أموت على أفلام. تزوجيني؟ فاجأتني. أنت دا تحكي صدق لو تتشاقل؟ طبعاً دا أحكي صدق. زين ليش بهالسرعة؟ أعطيني وقت حتى أفكر. لا، على الأقل أتعرف عليك. كلش مستعجل، هسه تجاوبيني تزوجيني لو لا؟ ما تتخيل هاي ايش قد طيبه يعني. طبعا هاي دايما